مرحبا، كيفكن؟ بتمنى تكونوا كتير منيح. انتو عم تشوفوا هذا الفيديو. خلص رمضان وقرب العيد، شو يعني؟ يعني بدنا نعمل معمول، صح؟ صح. فاليوم الوصفة حابة أجربها معكم. بهالسنتين ثلاثة طلعت ترند قصة معمول بالحليب المكثف المحلى، والناس خافت انها تجرب، فأنا هجرب عنكم. يلا نشوف التجربة ونشوف الملاحظات بنهاية الفيديو. ما تنسوا إذا حبيتوا تحطوا لي لايك واشتراك، راح لكم النتيجة بآخر الفيديو. أول شي بدنا نلتزم بالمعايير اللي هي كيلو طحين 1000 جرام، لا زايد ولا ناقص، يعني بيعادل تقريبا 6 كوب. ما بالضروري يكون منخول ولا أي شي. منزيد عليه ملعقة محلب ومنزيد عليه 500 جرام سمنة حيوانية، حلوب، أي شي، ومنخلطهم مع بعضهم. ما لابسكم، تعذروني مش لابسة كفوف لأنه كتير بتدبق ببعضها. وملاحظة، السمنة بتقوم بحرارة الغرفة، مش ساخنة ولا دايبة ولا سايلة ولا أبدا، مثل ما نكون شايفين. بس منعجنها بإيدينا شوي لحتى كل الطحين يتشرب السمنة وبيعطينا هيدا القوام، كتير قريب لقوام الغريبة. ما تخافوا، بدنا نزيد كوب من الحليب المكثف المحلى. أوكي، العجينة شوي حتصير سائلة كمان من العجنة. شفتوا ليش ما قدرت البس كفوف؟ لانه العجينة كتير دبها. ما تخافوا ما تخافوا، حتجمد العجينة وتعطينا هيدا. يلا بس انتروا ثواني شوي، حتعطينا هيدا الشكل. ما ضفت الا طحين، هي رجعت لمت لحالها، ما اخذت معي وقت ابدا، وعطتني هيدا القوام المتماسك اللي كتير قريب للغريبة، ومنا بحاجة إنه نريحها أبدا. أما الحشوة، أنا بحط لها سمنة وبحط لها مي ورد ومي زهر وقرفة، طبعا لتعطينا هيدي العجينة المكورة بكل سهولة. بعدين منشيل كل قروصة بقروصتها ومنحط بقلب الحشوة، ومنرجع منغلفها بطريقة إنه ما يطلع معنا الحشوة لبرا أبدا. طبعا كلكم بتعرفوا، بس بدي أحكي بالفيديو يعني تحملوني. وهيك لنخلص كل الكمية. هلأ بدي أجرب معكم هيدا القالب. هيدا القالب له زمان كتير عندي، فحبيت جربه معكم شوي بهيدا الفيديو. صراحة قالب كتير كتير كيوت ومهضوم، وفي كتير يعني في كتير نقشات، وطريقته كتير حلوة، والشكل حيعطينا اياه كتير مرتب، حتشوفوا انتو بالاخر. واهم شي بهيدي الوصفة انه بعد الخبز حتضل النقشة مبينة، ومثل ما لاحظتوا ما حطينا خميرة ابدا. هيك لنخلص كل العجين، منكون محميين الفرن على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق، ومنحطهم بقلب الفرن على الرف الوسطاني تقريبا، يعني مش أكتر من 10 دقايق حسب حرارة الفرن اللي عندكم. وخلصوا. قديش قديش هالفيديو كتير قصير، وما بعرف إذا كان ممتع، بس شوفوا اللون، شوفوا الشكل، شوفوا الترتيب، وحتشوفوا كمان شغلة إنه كتير طرية، حورجيكم كمان. خليكم ما تضلكم محرقسين. شفتوا؟ قلت لكم حورجيكم قديش يعني لذيذة بشكل ما بتتخيلوا، ورح تنصدموا بالنتيجة، وأنا أكيد إنكم حتنصدموا. فبس تجربوها رح قلكم صحة وميت هنا. لهم نكون خلصنا الفيديو لليوم. أول شغلة حابة لكم إياها، الوصفة ممتازة، بس أهم شي تلتزموا بالمقادير. يعني أنا لحتى وصلت لهيدي المقادير لما تخترب معكم الرسمة وتكون طيبة ومتوازنة بكل شي، ما عليكم إلا تتبعوا المقادير، وإذا كان عندكم ميزان أفضل. تاني شغلة، أكيد أكيد معمول السميد ما بيعطي قيمته لحدا، وإذا بدكم الطريقة موجودة بفيديو بقلب القناة، بتشوفوها بالقناة تحت صندوق الوصف. وتالت شغلة والأهم، إنه إذا أنتو بتخافوا من معمول السميد ما يثبت معكم بالمقادير لأنه كتير حساس، ما إلكم إلا هالوصفة لأنه كتير سريعة وسهلة وطيبة، بتبيض الوجه
وشو مكوناتها كتير سهلة. هذا الفيديو لليوم، إذا حبيته ما تنسوا تحطوا لي لايك وكلمة حلوة مثلكم، وأنا بقلكم إني أنا بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، وينعاد عليكم يا رب. باي.